اكيد هشارك عشان ما اسمحش للمال السياسي انه يخش البرلمان الدولي. شايف ان المجلس ده مهم؟ اكيد دور المجلس المره دي التشريع والرقابه وسن قوانين جديده وتعديل القوانين القديمه، لازم كلنا نشارك. حاجه حضرتك هتشارك في الانتخابات؟ طبعا ان شاء الله هشارك، لازم نشارك عشان حال البلد ينصلح، ونعرف النهارده في تشريعات جديده، في قوانين لسه هتنسن، في مواد، في صياغه كلام، في حاجات حدود دول مختلف عليها، في علاقات بين الدول المجاوره، في حاجات ياما بلد بتتبني، وبعدين الاستحقاق الثالث لازم يتم ان شاء الله عشان البلد تمشي كويس. ان شاء الله هشارك في الانتخابات علشان خاطر البلد تتحرك وتمشي لفوق، علشان خاطر الغلبان يلاقي فرصة عمل، وعشان خاطر الطريق التعبان يبدأ يتصلح، وعشان خاطر الصحة تتصلح، كل حاجة في البلد تمشي سليمة، وعشان خاطر الغلابة يلاقوا لقمة عيش يشتغلوا ويبقى لهم نصيب في البلد، ما تبقاش لناس كبار بس. حضرتك شايف ان البرلمان ده مهم؟ اه طبعا مهم جدا، بس ربنا يولي الأصلح ويولي الناس اللي تعرف تراعي الغلابة. هتشاركوا ولا لا؟ ايوه هشارك في البرلمان. ليه؟ لان البرلمان مهم بالنسبه للشباب، احنا عايزين البلد تنصلح للاحسن، حاجه مهمه بالنسبه لنا، واكيد ان شاء الله ربنا هيوفق للاحسن. حاج محمد هتشارك في الانتخابات؟ ان شاء الله هنشارك في الانتخابات. هتشارك ليه؟ عشان الفساد اللي في البلد، عاوزين نغير بلد، عاوزين نخلي مصر تتقدم وتبقى في الاحسن.